مصر قبلة الكوادر الأمنية من الدول الأفريقية للاستزادة من علومها الشرطية والتدريب في منشآتها الأمنية ذات التجهيزات التدريبية التي تواكب المعايير الأمنية الدولية. في هذا الإطار استقبلت أكاديمية الشرطة 132 متدرباً يمثلون 25 دولة أفريقية لتدريبهم في مجالات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية كإحدى صور الجريمة المنظمة وتحقيق الأدلة الجنائية ومسرح الجريمة وأخيراً حراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة. Why they've brought us from different countries so that they develop our capacities so that when we go back home we'll be able to carry out all of this investigation. كما شمل البرنامج الجانب التدريبي التطبيقي والذي من خلاله يتم إتاحة الفرصة للكوادر الأمنية الأفريقية للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية التي تحاكي الواقع المعاصر. البرنامج بيتم تصميمه بشكل محدث ومطور بحيث يتواكب مع التحديات الأمنية المعاصرة، وأيضا بيتم عمل قياس مستوى لكل دارس منذ وصوله من خلال نخبة من المدربين لتحديد المستوى العلمي والخلفيات الأمنية لكل دارس، وفي نهاية الدورة بيتم إعادة هذا القياس لمعرفة ما تم دراسته وما تم استيعابه من التدريبات أثناء الدورة التدريبية. لم تخلو الدورات التدريبية من إطلاع الكوادر الأمنية الأفريقية على الجوانب الثقافية والسياحية المصرية من خلال إتاحة الفرصة للدارسين لزيارة المعالم السياحية والأثرية والتاريخية المصرية. في ختام فعاليات الدورات التدريبية أقيمت احتفالية بمركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية لتخريج المتدربين الأفارقة، تم خلالها تسليمهم شهادات التقدير والتميز. Donc, croyez-moi, moi c'est l'un des points sur lesquels je vais travailler dans mon rapport. C'est de dire à toi, à mes supérieurs que vraiment on a à côté de nous vraiment un vivier de formateurs qui peut nous aider quand même à accroître notre niveau de sécurité. So to attend another course for this thing and to put into place wherever we learn that when we go back to our country that we'll be able to go to practice where we learn here. It was actually instrumental during the course time. We actually have an experience. We hope the Egyptian government will not stop in doing this. They must continue to equip, to share knowledge among the African countries for us to develop our continents. So if we hold hands together as one continent, so together we'll achieve this vision of 2063. الحقيقة مشاركتي النهاردة في ختام عدد من الدورات الأمنية الهامة بتأتي في إطار التعاون البناء والفعال القائم بين وزارة الخارجية ووزارة الداخلية. وزارة الخارجية من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية وتعدد ذراع التنموي لوزارة الخارجية، ووزارة الداخلية من خلال مركز بحوث الشرطة وكذلك أكاديمية الشرطة الصرح الأمنية العملاق. نحن بنفخر بالتعاون معهم في أفريقيا. مزقنا من خلال هذا التعاون العديد من الدورات الأمنية على مدار 35 عام حتى قبل نشأة الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية خلال فترة الصندوق المصري للتعاون الفني مع أفريقيا. وهكذا تقدم وزارة الداخلية المصرية برامج تدريبية مطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية بما يكفل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب الأفريقية ويدعم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية الأفريقية وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل أمن وسلامة جميع دول القارة.
تأتي الدورات التدريبية التي تقدمها وزارة الداخلية للكوادر الأمنية من الدول الإفريقية في ظل سعي الوزارة نحو تحقيق التكامل الأمني على المستوى الأفريقي وتوحيد المفاهيم التدريبية من خلال إتاحة المنشآت التدريبية المصرية أمام الكوادر الأمنية الأفريقية من أجل تحقيق الأمن والرخاء لشعوب القارة الأفريقية. عبد الله بركات، التلفزيون المصري.